خطأ العباد الفاضح وإشارة واضحة تذكرنا بأنه لا يمكننا أن نعول على شيء من توقعات مع هذه الانتخابات التي ما تزال تفصلنا عنها أكثر من 3 أشهر. ولكن في الوقت الذي يعتبر فيه العباد زعيم البلاد، فإنه لا يترأس حزبه السياسي الذي ينتمي إليه حزب الدعوة الإسلامية، مما يجعل موقفه السياسي مزعزعاً، حيث ما يزال زعيم الحزب هو رئيس الوزراء السابق نور المالكي الذي يتمتع بماض سياسي شابته انتقادات كثيرة يتلهف للعودة إلى المنصب مرة أخرى. المشكلة هو أن هذه القوى الشيعية لها حقائبها الخاصة، وإحدى هذه الكتل هي كتلة المالكي الذي يعتبر منافسا متضررا سياسيا ويريد منصب العبادي. أما الثانية فهي لقادة ميليشيات مدعومة من إيران ومقربة من الحرس الثوري الإيراني، وهو التكتل الذي تسبب أصلا بردة فعل سلبية على العبادي. الكتلة الثالثة هي التي يترأسها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر. سياسيون مقربون من العبادي أجروا مباحثات استطلاعية مع أتباع الصدر حول الانضمام معهم في تحالف محتمل.